لو بدي كنت قتلتك. أخي لا تجبرني، نزل سلاحك. بس أنا ما بقتل رجل دولة. أخي. وأنت ما بتقتل أخوك، نزل سلاحك. قلي ليش إجيت لهون؟ أمروك تراقبني؟ عبد الحي بعرف إنه أصلاً بعتك مشان تحميني. لا تزيد الطين بلة ونزل سلاحك. عبد الحي لا تجنني، لو بدي كنت قتلتك. أنا بعمري ما خفت من الموت. وأنا كمان عنا شغل أهم. شو اسمك الحقيقي؟ حلفت أني ما أقتلك ولا أحكي عن اسمي لحدا أبدا. قتلني لكان عبد الحي يلي أقسمت له مات. ليش قتلته؟ أنا قتلته؟ معناتها شو عم تستنى قوس؟ واحد، نفذ بس تقرر. اثنين، لا تتردد بس تنفذ. ثلاثة، رح تخسر إذا ترددت. أربعة، يمحى سجل الخاسرين. يلا قوس خلصني. ما بهمني هالحكي، ليش إجيت؟ إجيت مشان شوف إذا كان تارك شي مهم بالبيت. بصفتك مين؟ انت بتعرف انا اخر شخص، وحتى بعدك العم مات والاب عايش. وين انت يا عدالة؟ وين؟ مين يلي قتل أصلان بيك؟ عم ندور سيدي. والنتيجة؟ عصابات تبنت هالشغلة، بس لسه لهلأ ما توصلنا لنتيجة وكشفنا كل شيء. ما قلت لك قدم لي تقدير، احكي باختصار. سيدي، كنتوا بتعرفوا أصلان بيك منيح، وبما انه ما كشف حقيقته لوكالتنا، وبتعرفوا انه تجابه معنا بعض الأحيان، بتعرفوا الشخص اللي بيشوف حاله فوق وكالته وكل الوكالات، كيف بدي أعرف مين اللي قتله بين مبارح واليوم؟ شغل الاستخبارات مو بس انك تعرف الحوادث بعد ما تصير. تحكي هالحكي للأمن العام مو إلنا سيدي؟ أنا ما بحكي منوب، أنا بحاسب. وليش لحتى تحاسبونا على موت أصلان بيك؟ سألوا الكي جي تي. رح يجي دورهم كمان، بس لنحل المشكلة اللي بيناتنا بالأول. يلي كان سبب هالمشاكل مات. كون واضح وأحكي، أنتوا قتلتوه؟ شو؟ نحن هلأ بحال الطوارئ يا سادة، في أزمة كبيرة كتير، والقوة اللي نحن فيها بهالأيام هي قوتنا تحويل الأزمات لصالحنا. مين خصومنا هلأ؟ الدولة؟ الروس؟ والأمريكان يلي ما بدهن إنه نكبر أكتر وأكتر؟ نحن كبرنا كتير يا سادة. لا، بدنا نمنعهم من انهم يصغرونا. راح نشوف قوة كل واحد بيناتنا، وبعدين منتحد ومنضاعف قوانا. وبدي ضي اللاظي وخسرف آغا يكونوا بأمان وحماية بيناتنا من اليوم. ايه، ويلي راحوا؟ اطمن، ما راح تنقص قيمتنا. لازم نملأ فراغ المهمين يلي راحوا. في شخصين حابب شوفهم بالجماعة، أولهم نديم مالك، أما الثاني تركي قنطرجي. هدول منا وفينا أساساً، وبالتأكيد هنن معنا. عصمت باشا، الجواب عنده يا سيف. ليش ليحطوا أنقرة عاصمة واسطنبول موجودة؟ وإذا ما بتعتني بالشخص يلي جنبك، لشو ليكون معك؟ طيب انتو بتضمنوا لي انه تركي ونديم ما رح يميلوا للتعاون مع الروس؟ هنن بحبوا المصاري، والروس بدهن ينتقموا لايفانوف. من مين؟ منا. تركي ومالك ما بظن انهن يغطوا الفراغ يلي عنا. مو
ويما رحنا عم نرجع لعند المنشار. انت يلي عم ترجع، يا ريت تتخطى النقطة اليوم. بما انك انت بدك لمراد علم دار منصب معنا، ليش ما بتجيبه لجماعتك؟ بدي ملقط فحم، ما بدي الفحم. ما في داعي نفكر، افتحوا الظرف. ولشو العقل إذا ما بدنا نفكر؟ مو هيك يا ابني؟ عم عمر، حكمت معه حق، بجوز نكون بخطر لأنه الظرف بين إيدينا، وعلى الأقل منعرف شو نوع الخطر يلي نحن فيه. ليش عم يصير معنا هيك؟ اللي أنا ما عم أفهم. أنا برأيي نخبر الشرطة، مو هيك عمر؟ أنا برأيي ناخده للمدعي العام، مو هيك جنان؟ ما قلت نفتحه ونكبه، منفتحه وبعدين مناخده لعنوان العم أصلان، وبعدين منقرر الشرطة والمدعي العام. أنت متأمل أنه يكون في شي مفيد إلك؟ عمي عمر، هذا العم أصلان علمنا كلياتنا، كلنا منعرفه، بيجي لعندك قبل وفاته بيوم وبيعطيك هالظرف، وبعدين بينقتل. وعم تسألني إذا منتأمل شي؟ بتعرف؟ بتوقع يكون كتب اسم اللي قتله. علي بترك القوات وعمه أصلاً بينقتل، وهالظرف بين إيدينا. بلكي هذا الظرف لعلي. حسبنا الله ونعم الوكيل. جنان أنت العقلة بيناتنا، احكي شي. مراد رح يجي لهون؟ موبايله مسكر ولهلا ما بعرف شي عنه. لا تقلق، بيكون مشغول. وإلا ليش ليسكر؟ عبد الحي مو هون، بيكون عنده شغل. بدك شي اختي؟ بنادي الممرضة؟ قديش رح تبقى ما تقدر تحكي؟ والله يا خال ما بعرف. خلينا نطلع، الله لا يمتحن عبده بهيك شغلة. شفت على هالمسكينة؟ سكروا لها تمها وما عاد فيها تحكي وما فيها تطلب شيء. عندها طفلين، كيف بتساوي بحالها هيك شيء؟ في حدا بيعمل بحاله هيك؟ استغفر الله. خال في شيء نحن ما بنعرفه، نسرين قوية ما بتقوص حالها هيك. طيب وين ومراد؟ وعبد الحي راح لجهنم الحمراء اللي تاخده. دقت الدنيا بالست نسرين وما بنعرف ليش. أحسن شيء نقوص حالنا ميماتي ونرتاح. معلم، معقول يكون انزعج مني؟ ليش شو صار؟ كنت عم أكل لما أجا معلم مراد على المكتب، معقول يكون انزعاج؟ شو هالحكي الفاضي؟ مشي معي. خال، رح تابع الأمور، ما رح نفيده بشي هون. معقول يكون راح لعند ضياء؟ موبايله ليش مسكر؟ لا تزعل رح نعرف. أنا بشوف شغلي مع عبد الحي، ليش ليسكر موبايله؟ يلا. لك هذا محمد قرخلي لمين رح يترك الأملاك اللي عنده؟ لك أنا على الأقل عندي 300 شخص في عيلتي، وأنت الله يبارك فيهم في عندك حفيدين، الأول كبير. يخزي العين رح بيجيب لي جلطة. لك شو رح تتوقع أنك تلاقي من هيك جيل ضيابيك؟
انت شفت مرته شي؟ لا. وانت؟ اللي سمعته بعد الحارس انهارت تماما، وقبل سنتين سمعت انه ماتت. بس وهو انهار كمان، بس اصح منه ما شاء الله. يا ترى ما ها اسم ابنه من النفوس؟ بما انه ما ترك الامل اللي عنده، فما رح يمحي شي من النفوس يا ضيا بيك. رح ناخد شي لمحمد قرخلي، والاخص ابنه يا ضيا بيك، عم بستنى من 30 سنة. شي يوم رح يطلع ابنه قدامنا ونحني له راسنا، وكمان رح يخلينا نبوس ايده. محمد قرخلي معقول يترك ثروته ويموت؟ هذا مجنون، خبى ابنه 30 سنة؟ بس مو لهالدرجة. أنا حبست بنتي 20 سنة، كانت لحالها بالبيت. والله شي بجنن. طيب ليش عم بيخبي عني؟ شغل الضوء. انت كنت بتعرف اني بشتغل لصالح الدولة. معك تشعيلة؟ لا. طيب في معك سيجارة؟ معك سيجارة معلم؟ معك تشعيلة؟ Thank you.
شكرا. يسلموا. ساكن هون؟ وين ما بتلاقي زبالة؟ عنا نقطة مشتركة. أنت شرطي؟ وأنت؟ أنا مستحيل أتوظف بالشرطة. معك حدا؟ بمشي لحالي وبعيش لحالي وبموت لحالي. كلام حلو. أنت شو اسمك؟ عبد الحي. هربان. هربان منهم كلهم. وبالضبط لما كانت الشرطة عم تلاحقني. أنت ما كنت عم تجمع الورق من الحديقة. أنت كنت متنكر. ووقتها ضليت بالحديقة. شعلت لي سيجارتي بالكبريت. أي وين المشكلة؟ كان كبريت سوري. ما كنت حالق لحيتك ولا لابس بدلة، بس أنا بعيش لحالي وبتجول لحالي وبموت لحالي. كانت كلماتك كبيرة. مين يلي بيخلي الواحد يجمع الوسخ غير الدولة؟ يمكن نار الكبريت أهون من هالحكي هاد، هيك أحسن. وأنا سألت وقتها العم أصلان ليش عم يستشير من عبد الحي؟ حابب انك تعطيني رأيك. اخترته لأنه وحيد ورح نعرف عنه كل شيء. يومها أصلاً ما حكى أي شيء ولا حتى بعدين. كل اللي عمله انه هز براسه لحتى يشوف إذا أنا فهمت. وطبعاً أنا فهمت. وبعملية القناص الصربي وقفت جنبي وخربت كل الأمور، متذكر؟ كنا لحالنا بالغابة يا عبد الحي، أنا وأنت. وأنا بظن إن رح نبقى لحالنا شو ما صار. أخي أنت من أمتى بتشتغل لصالح الدولة؟ من أول ما عرفت السيد أصلان. يعني؟ من سنين طويلة ولهلأ. لكان مين اللي قتله؟ مشان هيك نحن هون. كان يقول يلي بيفكر بنهايته ما بيكون بطل. يا ترى فكر بنهايته؟ يا ترى ترك لنا شي وصية أو أي دليل؟ مين اللي قتل العم أصلان؟ وكيف بيكون عمه لمحمد قرخان لي؟ يا ترى ترك وصية؟ طيب وين الوصية يا عم أصلان؟ خبرني عن شو؟ لا تساوي فيني هيك. أنا شفت اللي شفته وسمعت اللي سمعته كمان. عطاست لك عطسات؟ يمكن عنده حساسية أو قريب، ما بعرف. كلياتنا من عطس. قديش فكرت إني أسأله أنت ليش عطست 3 مرات؟ كنت حابب اسمع جوابه. ايه عطسته بس، وكنت حابب اسمع منه انه عطساته ما الى اي علاقة فيني. مشان هيك انت سامحته؟ لو قال ايه لا سامحت العالم كله يا سيف. بلش الفار يلعب بحبي. مراد على مدار عطس 3 مرات، يلي جاي من ألمانيا ما بيعرف حفيد مين بيكون. لك شو علاقته فيه بعائلتي؟ يا بالأول زعلت منك، بس تعجبت كتير لشغلة نرجس.
كأنه في إيد خفية عم تحرك حجار الشطرنج، وأنا ما عم صدق وما عم بقدر أفكر. وشو رح تحكي لصفية؟ ما فكرت بهالشي أبدا ولا بدي أفكر أبدا. أنا عم حاول أجمع بين عيون العم وعيون مراد بعقلي، يمكن يكون في صلة. بتفوت صوفي على المحل وبتشوف انه هنيك صوفي مراد والعم، بس مين صاحب هذاك المحل؟ اذا ما عرفنا مين قتل العم بلكي بنعرف هوية اصلان، يعني بلكي بنعرف مين هوية عباس اوغلو الحقيقي، وينه من 30 سنة وشو عمله وشو العمليات اللي وجهها. العمليات اللي وجهها ما شاركنا بأي معلومات ولا بأي شيء أو وسائق، وعدد رجاله مين منهم بالعمليات ومين إيده اليمين ما بعرف. وأرغوا الكي جي تي، بس الأسلحة والمعدات يلي عطوها للكي جي تي ما رجعت، وأعضاءهم ما انتقلوا لوكالة تانية، وانت أول واحد منهم ما حدا خلاك تحكي. أصلاً ما كان عنده ولا عملية حسب معلوماتي ولا أي تحرك ما منعرفه. إذا هيك احكي لي الرجال اللي عنده مين هنن وينهن هلأ؟ يعني قصدك إنه رجاله هنن اللي قتلوه؟ شو قصدك؟ لا سيدي، المعلومات اللي وصلتنا ولازم ناخدها بعين الاعتبار هي إنه الوحدة السرية يلي عنده ساوت عمليات ما حدا بيعرف عنها شيء، وإذا وصلنا لرجاله منوصل لرأس الخيط اللي بيربطنا بالقاتل. ما قدرت تدخل حدا للكي جي تي؟ دخلت. انتو خليتوني البس قناعي. الكي جي تي انا سيدي، عادات دولتها ما ولك تسمع. انا الدولة وانا العادات وانا التجديد، عم تفهم؟ خلي ما خليت السيف يعيش لليوم. ليش؟ كل ما بيشوف الندبة اللي بوشه بيتذكر ابنك اليوم. منشان هيك مخليه عايش، مشان ما ينسى. لو كان بيوشنا انا وانت كم ندبة مثله ما كان حدا فكر يقتلنا ضيابيك. وانت سألت محمد قرخان لي شو قصة ابنه؟ مرة نويت اني اسأله بس تراجعت. ليش؟ لاني ما بعرف طعم عذاب الابن ساعتها بيموت تبكي يوم، بيروح تبكي كل يوم. عند عبد الحي 5 رفقات. يعني انت عم تحاول توصل لعنده؟ ايه، بس انت شايف حالتي. رح اطيب فترة وبتمشي. مو هيك قصدي، وين عم يختفي هالرجال خال؟ ترجيته كتير وقلت له خدني معك، قام رفض. لو كان مشواره بيشرف لأخدني وقال لي تعال رافقني. لك ما بتستحي؟ انت عم تخبي جريمتك؟ السيد عبد الحي خايف على مراد لأنه ما عنده هيك شغلات. وليش هذا الباب مسكر؟ ها؟ لأنك ما بتقدر تمشي؟ مين اللي سكره؟ عم يجيني عالم كتير يزوروني وأنا عم بضطر سكره بوشهم. لمين؟ ما بقدر إلك. بكرة رح خبر أمك. كتير منيح، ممتاز. رح أطلب إيد جل نار. ولك مين هاي جل نار كمان؟ المرة اللي خلتني غني لحالي. أنا خلص ما عم بقدر اتحمل غيابة عني. قديه صارت الساعة خال؟ قولك
مو هون، بس هو قال انه بده يجي ولهلا ما اجى وتليفونه مسكر. طيب عن اذنكم. طيب احكي لنا شو فيه، ليكون صاير شي بالمشفى ولا اتصال ازعجه؟ قال العم اصلان مات وراح. من وين لوين صار عمه؟ هو كان كتير صديق لقله، الله يرحمه كان يهتم بالناس التانيين اكتر منه. وهيك رأيي، تصبحوا على خير. ميناتي اذا عرفت اي شي اتصل معي. المعلم بيتصل. شو رح نساوي هلا؟ نسرق الظرف من عمي عمر؟ لا ما في داعي لهذا الشيء. لو كان غير عمي عمر لكنت اخذت الظرف، بس رح يبلش طول الشهر عن الامانه والخيانه ولا حقي اذا بتنحي. شو كان عم بيساوي ببيت محمد؟ ما بعرف سيدي. قبل الاغتيال بشي ساعتين ثلاثة طلع من بيت محمد قرخلي. كانوا يلتقوا كثير مع محمد قرخلي؟ لا سيدي، معنا غير هالوثيقة. نستخدم هالصورة سيدي. شو قصدك؟ إظهار العلاقة العميقة بين محمد قرخلي والدولة يا سيدي. رح يقدموا محمد قرخلي بأنه المحرض الأول للجريمة. محمد قرخلي قتل أصلان بيه. دولتنا بتتحرى عن القاتل ونحن أكيد رح نساعدهم بهالشي. سليم، بدي أشوف جماعتي مجتمعين بأسرع وقت. حكيته أنه ما عاد في بارون لمراد عالمدار؟ ما عاد يحتاج. نستنى نستنى ونشوف. وانت شو رأيك؟ ما بعرف. وانت رح تفرح اذا عرفت ان امه عايشة. برأيك هي مرة عايشة؟ على الاقل لساتها عايشة وعم تتنفس. لو ما عم تصرخ نرجس ما كنت خبرتها. إذا بدك رأيي ما تخليها لصفية تعيش هون. كبرت بالعمر يا سيف، طيب كيف رح تقدر تحكي لها عن شغلة أخوها؟ خلي هالشغلة لأمها. عبد الحي لو كنت مكانه وين بتخبي الوصية؟ ما كنت كتبت وصية من الأساس. يعني ما عندك بهالحياة أسرار كاتبها بكم سطر؟ كل حياتي. وين اكتشفوك؟ بدار للأيتام. وكيف صارت القصة؟ إجا كم شخص من المدارس الراقية وكانوا عم بيدوروا عن عباقرة. استغربت كتير لما أخذوني لأني كنت سيء بدروسي. كنت ولد صايع ضايع بالشوارع. وهيك المطلوب يا عبد الحي. عرفت هالشي بالمدرسة، بلشوا يعطونا دروس التاريخ بتشويق وتمارين رياضة. أنا وصلت لمرحلة مستعد أعمل أي شي لأخدم وطني. عرفت أنه أستاذ التاريخ هو المسؤول الأمني. وبعدين أعطوني علبة أدوية وأمروني أبلعها وبلعتها. نقلوني ليلتها على المستشفى. كنت ميت لما فقت. شلون؟ ما كان بدهم هويتي القديمة أبداً.
بإيران وسوريا، وعشت بالمخيمات بلبنان وبجنوب العراق. عبد الحي البشمركي. إمتى طلبك العم أصلان؟ كنت قدامك باليوم الثاني وقال إنه وظيفتي أحمي زعيم المافيا. ليش ما قال لي إنك منا؟ يلي بيعرفوا اثنين ما بيعود سوريا عبد الحي. وين خبيتها يا أصلان؟ طيب ساعدنا شوي بابا عمر إذا بتريد. ماشي، نحن شعورك بالأمانة مقدرينه، بس أنت كمان قدر إنه نحن عايشين على أعصابنا. وشو علاقة هالأمانة بتوتر الأعصاب؟ يا ريتني ما خبرتكن. بابا عمر، مين عمو أصلان؟ اللي هو أقرب شخص لعلي، وصورة علي اللي طلعت بالجريدة اللي ما منعرف عنا شي هي الصورة، وبعدين بيغتالوا عمو أصلان وبيقتلوه، وهو بيترك لنا هذا الظرف. بلكي في شي خبر مهم جواته عن علي وعن اللي صار فيه. شو قصدك لك بنتي؟ ما بعرف شي ماما، بجوز علي عايش لهلأ. ما عاد فيني اتحمل، ابني خدني على البيت. امي هلأ بلا ما تنامي. اسمع كلام امك، وصلها. تصبح على خير سيد عمر. رح وصلكن للباب. تصبحي على خير ماما. هلأ اصبح على خير بنتي. بنتي جنان، ليش ما عم تحكي شيء؟ انا عم فكر عمي. لو كنا بنملك هاي الوثائق شو كنا ساوينا؟ زلمة بحاله كان شغله يبيع الكتب والقصص التاريخية، فانا عمره بالتفكير وربى شب عنده وقتلوه، وفي كل الصور للشب اللي رباه وهو بالقوات الخاصة. يا ترى ممكن يكون في علاقة بين هاي الشغلات والظرف؟ ايه رح نشوف. ماشي. وكمان في زعيم مافيا بياخد هالخبر وما بيعود بيبين لهلأ. معقول؟ فيك توضحي هاي النقطة مزبوط؟ طيب وهذا الظرف؟ رهاف، انت صايرة وحدة غريبة كتير. شلون يعني؟ لك من لما اجيت ما سألتيني ولا مرة كيف صحتك، لأنك عم تشغلي حالك بشي غامض. الغموض الحقيقي أنا جمعت بين الجريمتين وحكيت كل شي للمدعي العام. انت جنيتي؟ ايه رهف جنيت. أنا مو الوحيدة يلي عم تعيش بهالغموض. السيد تركي وعابدين بالسجن، ومن المحتمل كتير انه تسمح وزارة العدل بانهم يقعدوني، واكيد رح يحبسوني. بتعرفي اسم مين كمان بالملف؟ مراد علمدار. روحي واشتغلي لحالك لاني طالعة من حياتك نهائيا. بالاذن. عابدين، صرحتني وانت تشوف حالك انه قولك رفقة بقلب الشرطة. ليش هلأ ما بتشوفون وبتخلينا نطلع من هون ناخد غرفة بشي اوتيل من نام فيها؟ مو احسن هالقعدة هون؟ بس ما رح نقدر نهرب، لانه الهرب مو من مصلحتنا. اذا هربنا كيف بدنا نثبت براءتنا معلم؟ ليش ما عم تفهم؟ هذا المكان وسخ، لك معبى فيروسات. شو بدنا نساوي؟ رفقاتنا كل يوم بيتخانقوا مع الجراثيم، واحد بيفوت وواحد بيطلع. انا عم بحكي عن الجراثيم الحقيقية اللي ما بتنشاف يا عبدين. البس شي برجلك، الريحة بتقتل. رجلي انتفخت معلم، ما بقى فيني البس الصباط. حاجة تفز لك والبس رمايتك، يلا ولو كانت صغيرة. جراثيم من ألف سنة معششة هون.
الحمد لله على السلامة. والله ماني حابب أديك بجراسيمي لأني قعدت بهيك محل وصيخ. كيفكن؟ لازمكن شي؟ شو رأيك؟ رفقاتنا يلي بالشرطة عم يحاولوا يحسنوا ضيافتنا هون بس إمكانياتهم محدودة. جيت لخبركن إنه أخلوا سبيلكن، والسيد محمد قرخان لي طلب خبركن إنه بيدعيكن لمقابلته. اهلا وسهلا حبيبي نديم بيك. انا اكتر شخص مبسوط لانك انضميت للجماعة، والحقيقة انا بفتخر لانه رح نقوي جماعتنا بشخص قوي مثلك. استغفر الله يا سيدي، هذا الشيء شرف لإلي. ايه بتعرف معلم اسماعيل، ما رح تاخدوا مني اي شيء لاني رح انضم للجماعة، مو هيك؟ أنا عم بسأل بس منشان أكون جاهز لأي شي، ما بدي أتبهدل بنوب، ورح إجي بأحلى طقم عندي. لا تاكل هم هالشغلات بنوب، محمد قرخالي عطانا الغنى. آه يا حبيبي، والله والله هالرجال ما في منه، وين ما بيحط إيده بيطلع له مصاري. وعلى كل حال المنشار ما عاد إله وجود، ورح يحكي كل واحد منا عن رأيه بصراحة بالأخوة ضمن جودي مخراطي. هذا هو الغنى الحقيقي، هذا هو الغنى الحقيقي، الحرية حبيبي. أيام رح تكون كتير صعبة يا سيد نديم، لا تخدع حالك أبدا. لك نحن شو ساوينا ليكون هذا جزائنا؟ دخيلك يا ربي، لأنه الشمعة ما بتضوي قاعدتها، ساوينا الشمعة دام ب12 قاعدة، والله ما رح يروح العتم إذا حطينا 12 قاعدة كمان. تشرب زهورات؟ سيدنا ممكن تنتقلوا على أرضية التعبير لو سمحتوا من بعد إذنك. كان هيك العرف بشمال العراق، تحت اي حجر بتلاقي ارهابي، ومن وين بتطلع البشمركة، وباي موسم رح تتنفذ العمليات، وكيف بيطلعوا بيفوتوا من الحدود السورية، كل شيء. قديش عددكم؟ انا الوحيد من الكيجتي. وليش اختاروك؟ لاني بحكي كردي وبعرف الزازاوية منيح. ما خفت يصرفوك بعدين؟ في مراقب لكل شخص، لو كانت العشيرة مخالفة للدولة لكان خطر، بس كنت متمركز. بس هون خفت. ليش؟ منك، تنتبه منيح وبتحكي قليل،
وما بتبين يلي بتفكر فيه قد ما كان خطير. وهذا شي منيح ولا مو منيح؟ إذا ما لقيناها هون وين رح تكون يا ترى؟ لك إذا ما لقينا الوصية هون ما رح نقدر نساوي شي. منروح لجنوب العراق؟ بس الموساد ما رح يخلينا نتنفس ولا مرة يا أخي. وهون رح نختنق. وإذا ما لقيناها؟ ما بيصير ما نلاقي عبد الحي. ماشي أنا بحكي معه. لا ما فينا، رح تيجي لعندي. وضع صفية صعب. في عنا 3 شغلات لازم نسويهم واثنين منهم كذب. كيف رح اقدر خبرها انه امها مريضة وانها كانت رح تأذيها وهالشي سبب الفراق بيناتنا؟ الست نرجس ما لها علاقة بالفراق. يعني احكي لها الحقيقة يا سيف. خسرت اعز اولادي وخفت اخسر الثاني. يمكن فات الأوان للحكي بهالشغلات. على كل صفية رح تسأل الأسئلة اللي ما سألتها. صحتكن. ايه ايه والله عزت. نادي الشيف. ماشي. هاي هي الحياة يا أخي. اسلم. بكرة رح نموت، انبسطوا بيومكم. لما كنا نتعارك بالجبال صاروا الذئاب ملوك هون، ونحن رح نهد كل شي على راسهم. جبتوا معلم؟ مور معلم. مين هدول؟ هدول اجوا من ضيعتنا معلم. بيقربوك شي؟ لا معلم، بيخدموا هنيك. شو بيخدموا؟ والله ما بعرف. مين هذا صاحب النظارات؟ ما بنعرف اسمه معلم. بيقولوا له صاحب النظارات. بوشه
يموت بدون ما يترك لنا أي دليل. فتشنا بكل مكان. لازم ندور منيح. فكرت بنهايتك مشان تكون بطل؟ إن شاء الله تكون فكرت بنهايتي. كان بيعرف انه انا رح اجي لهون. بجوز ما حسب انه رح يموت. فتشنا وراها منيح؟ انا مرتين وانت مرة اخي. قال لي انه قلمه انكسر. طيب ليش ما توقع هالشي؟ انت كيف تعرف هالبيت؟ انا راقبته مرة ولحقته لهون. ما كان بيعرف. نسي يترك لنا شي دليل. مستحيل ينسى. اكيد ترك. أنا مكانه وين كنت رح خبي وصيتي؟ وشو العلامة اللي رح أتركها مكانها؟ نحن بالحقيقة واحد مو اثنين. قدي صرت الساعة؟ 11:10. ساعته واقفة. هيك واحد مستحيل توقف ساعته. ست أقدام لورا. تسع أقدام لليسار. لقيناها عبد الحي. وقفوا السير، انتوا من هون. يلا شباب حركوا بسرعة. يلا خلونا نقتحم المكان. أنا تفحصت الأرضية منيح. ما قدرت أسمع ولا صوت. إجت الشرطة. اتركوا. هلأ بينتبهوا إذا طفيتوا.
لك شو هالحظ؟ هلأ وقتهم؟ أي طابق؟ ثالث. حقوني. مسيك. ما شاء الله شو هالكتاب؟ وهلأ كيف رح نهرب؟ انت لا تاكل هم. من وين؟ على الحمام. اقفل الباب. هات منشفه. شو رح اسوي؟ أنا رح طلعك من هون. هون. بالباب افتحه بسرعة. سألته مرة ليش هيك سوا، قال لي إذا ما احتاجه هو أنا رح احتاجه. أنت ولا أنا؟ أنا بالأول، بلكي صار شي. يلا بسرعة. المكروه بيصير للي بيبقى. اثنين للصالون، اثنين هون، اثنين هنيك، يلا بسرعة، يلا شباب. في حدا بالحمام. كسور الباب. نزلوا من المنور وحاطوا المبنى. وين حاطط سيارتك؟ لك سيارة شو؟ يلا بعيدة من هون. صار لك شيء؟ خير.
تحبوني؟ نظرة، لا تترك الشغلة للصبح. شو راح تكون ردة فعلها؟ اوف، قرق خان لي اللي كنت عم تهرب منه من 30 سنة اجى لعندك. وانت تقففت من 30 سنة مثل هلا، وكان وشك كله دم. آسف، ما كان قصدي إزعجك. لا قبل 30 سنة ولا اليوم ولا يهمك. تصبح على خير. بخيلك يا ربي، أنا شو عم ساوي؟ بلكي في هون وحدة من عشيقاته. ليش عم تصرخ مثل المجانين؟ Thank you.
هون سيدي. صفية اجت لهون؟ لا سيدي، يعني ما شفتها. بابا، مين هالمرة؟ إذا كنت عم تقرأ هالسطور يعني دفعت ديني. آسف لأني تركتك لحالك، وهي وصلنا لقسم الوصية. في سنة 1973 أنجب محمد قرخالي ونرجس قرخالي طفلهما الأول مراد يعقوب قرخالي. كان محمد قرخالي تاجرا بأول الطريق من أسلى إلى أفيون، ومن القتل إلى التعامل بالربا والقمار بدأت أعماله تكبر. ابنه مراد كان وريثا للإمبراطورية التي كان يقيمها، ولما أنجبت نرجس قرخالي طفلتها الثانية كانت تركيا قد انتهت حديثا من العمليات التي حدثت في قبرص، وكانت تركيا في ذلك الوقت تحت حصار شديد الوطأة. فكسره القرخالي وأدخل إليها البضائع، وشراكته مع ضياء وخسروف كانت من تلك الأيام. واختطف ابنه مراد من قبل أشخاص مجهولي الهوية. شو هاد؟ بحث محمد قرخالي عن ابنه لمدة طويلة، وحتى هذا الوقت لم يستطع معرفة من اختطفه، والدولة كانت عاجزة أمام هذا الشيء. لم يترك الخاطفون أثرا بأنهم قتلوا مراد، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لم يستطع البارون أن يعرفه طوال حياته. وقتها زوجته نرجس لم تستطع تخطي الصدمة ومرضت، ولكي يضمن القرخالي حياة ابنته أرسلها إلى الخارج. وهلأ راح أحكي لك كل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بنرجس وصفية قرخالي بالتفصيل. قديش تمنيت يا صفية إجي أنا وياكي لهون، بس خلص صرنا هون. قبل سنين طويلة يا بنتي مرت علينا حادثة بشعة وكتير مؤلمة. وشو هالحادثة؟ بابا لا تقاطعيني، أنا منشان أحميكي اضطريت اني ابعتك لكندا بعد الحادث. في شغلات ما قدرت احكي لك عنها منشان احميكي وما حكيتها. بابا سألتك سؤال واحد، مين بتكون هالمرة؟ يا بنتي نرجس هي امك. هلأ عم تحكي لي هالشي؟ في عدة أسباب خلتني ما أحكي لك هالشي، وأولا مشان ما شتتها، ولما كان عم يرتفع بعالم الجريمة كان واجب علينا كدولة نكون له نقطة ضعف. ونقطة الضعف هي أنت. سبب اختيارك من دار الأيتام ووضعك قدام محمد قرخالي تأكدنا أنك رح تكون أكبر نقطة ضعف. كان بحاجة لابن، ونحن سويناك هداك الابن. لا أكيد عم يمزح، أنا ابن محمد قرخالي. لما فتشنا بكل دور أيتام البلد كنت المرشح الأول لتكون ابن محمد قرخالي. وأكتر شغلة كانت تميزك عن غيرك إنك بدون استثناء لما بتفيق كل يوم الصبح تعطس 3 مرات. رح يظن محمد قرخالي إنك ابنه، وإنت ما رح تخيب أمله، ورح تكون ابنه. وبما إنك وريثه رح تقضي على الإمبراطورية يلي أنشأها. هذا واجبك تجاه وطنك يلي رباك.